ولدت فنانة مسرحية أو عن قناعة منذ نعومة أظافرك؟ يعني لما وعيتي في الدنيا كيف ما كنقوله، وأنت تحلمي أن تكوني فنانة مسرحية؟ يمكن ما يمكن، أنا كنظن أن في داخل كل إنسان، داخل كل شخص هناك فنان، هناك شاعر، هناك فيلسوف. يمكن غير اللي يخرج لنا هاد طاقة طاقة للضوء. وي فاش كنت صغيرة كنت ماشي أحب، أعشق في حاجة سميتها التمثيل والمسرح والغناء. أيوة غنعاود لك واحد الأنكدوت، واحد القصة صغيرة. أنني اللي كنت كنمشي للمدرسة في الابتدائي، كانت لا موتيفاسيون ديالي اللي كيحمسني باش نمشي للمدرسة هو أنني عارفة أن غادي يكون الاسم ديالي مسجل في لائحة ديال الناس اللي غادي يقدموا أنشطة فنية في نهاية السنة. يعني كان شيء محفزة وفرحان المدرسة، لأنهم غادي يقيدوا سنيتي وغادي نشارك أكثر من الدراسة في حد ذاتها. هذه المعلومة جميلة جدا. شوف، الدراسة والمدرسة كل منا له حافز ما يربطه بها. هناك من يقول مثلا، وإحنا أطفال صغار، يعني يقولك مثلا هذه المدرسة بالنسبة له هي منقذ وملجأ ونجاة وطوق نجاة بالنسبة له. في أطفال أيضا يرون في المدرسة أستاذ معين هو يعني القدوة، يذهبون لأنه كان الأستاذ الفلانية أو كان الأستاذ الفلاني. فلاحظي العلاقة اللي وإحنا أطفال ننسجوها بالمدرسة، إلى أي مدى الرابط الإنساني مع هذا الأطر، كيف يمكن يمشي بمسار الإنسان إلى الأمام أو العكس أيضا، قد يكون القطيعة لا قدر الله.